بعد هالريبورت الرائع نستقبل نحن وياكم بفقرة صحة جيزيل كوسا. جيزيل اهلا وسهلا فيكي. كيفكم؟ نحن منيح. جيزيل دائما بتحكي لنا انت عن قصص مفيده، اليوم عن شو رح نحكي؟ اليوم بدنا نحكي عن الكوكونات. نسمع كثير هلا ليتلي عم بيحكوا عن الكوكونات، سو بدنا نبلش شوي نميز شو فوائد الكوكونات وكيف فينا نستعمله. هلا الكوكونات هو على باز هو اتس فروت، سو هو فواكه، منه عم نقدر نستخرج المي، الحليب، السكر والكوكونات اويل. فعنا أربع أشياء فينا نستعملها فيها كوكونات، يعني فينا نعيش بالكوكونات وضروري نعيش فيها. خلصت القصة. هلا بلش قديش هن صحيين؟ هلا بلشوا يكتشفوا هن إنه في كتير فوائد للكوكونات، لأنه اكتشفوا إنه بالساوث باسيفيك الأشخاص اللي كتير بياخدوا كوكونات هن أعلى نسبة أشخاص محمية من أمراض القلب. فهون بلشوا يشوفوا ليش هن محميين من أمراض القلب، ولقيوا إنه الكوكونات عم بيعلي الجود كوليسترول وعم بيوطي الباد كوليسترول وعم بيحمي من امراض القلب. فهون بلشوا يشوفوا لقينا انه في ساتوريتد فات، هون في مفهوم شوي اذا فينا نقول خاطئ عند كذا شخص بيسمعوا كثير ساتوريتد فات. من زمان كان في كثير ستاتستكس بتقول انه الساتوريتد فات مش منيح، يعني هو اللي بيعمل كوليسترول والقصص اللي بيجمع القلب. هلا بلشنا نلاقي انه حسب الاسيد امينيل الموجود فيه، سو سبيشالمون الكوكونات فيه بقى هو ساتوريتد فات بس منيح للصحه. بس الاسيد امينيل بيكون عالي ولا بيكون منخفض؟ بيكون الاسيد امينيل اسمه شان مويان وانس، لانه شان مويان دونك هو عم بيساعد ليكون عم بيحمي الصحه. وقت عم نحكي شان أكثر من المويان يعني شان لونغ بيكون ما بيحمي من أمراض القلب. سو هون لأنه في كتير أشخاص إذا بيسمعوا كوكونات بيقولوا ساتوريتد فات سو مش منيح. فعلاً في كتير يعني بيتجنبوا قد ما فيهم السمنة وكل شيء مصدره الكوكو أو جوز الهند عم نحكي. أصلاً بالإضافة كمان لجوز الهند فوائده الصحية كمان بنعرف له فوائد كتير كبيرة للشعر للبشرة كمان. أكيد في ينحط أز ماسك على الشعر، في حط إدراتان للجسم، في ينحط على الضفير كمان، والووتر من الكوكونات عم بياخدوها كتير سبورتيف لانه فيها صوديوم وبوتاسيوم، سو كثير بتعلي الصوديوم والبوتاسيوم بس يخسروا السبورتيف بس يعملوا حاله نوع من السبورت كمان. هيك عن جد سبحان الله انه موجودين بتروبيكال ارياز مطرح ما بيكون في شو، مطرح ما كثير بيخسروا مي من الجسم لانه بدهم مثل ما قلت المينرز. يعني مثل ما ذكرت لين وبنشوف ايضا يمكن اجمل شعر عندهم ان كان بالهند ان كان هذا، لانه طول الوقت بحطوا زيوت على شعرهم كوكونات. مزبوط. وهون يعني وقت بنسال حدا بنشوف شعره هيك بيقول لك انه بيعملوا تريتمون ثلاث او اربع مرات بالجمعه من الكوكونات بيحطوه على شعره وقت طويل يعني وعلى كل شعره. سو هون بنشوف قد ايه بيفرق من محل للتاني. قد ايه في سكر جوز الهند؟ كمان عم نبعد شوي بنفكر انه في كثير سكر. جوز الهند هو اكثر ما فيه سكر فيه الفات. يعني هو فيه سكر قليل وفات كثير، بس الفات اللي فيه هو ذا جود كالوريز. سو ما عندنا مشكله نحن بناخذهم، كنا عم ناخذ كالوريز بس هو الاشياء منيحه لنا، لانه الكوكونات بيوصل على التيوب ديجستيف يعني بيوصل على السيستم عندنا دغري بيروح على الكبد وبيعطي بوستنج للميتابوليزم، بوستنج لل انرجي. سو هذا الشيء المنيح فيه، فما بيخلي الانسولين يعلى وبيساعد للاوبيزيتي. سو اذا فينا نحكي هو اتس ذا بيست عن جد لكل شيء. يعني اللي معه سكر فيهم ياخذوا كوكونات عادي معهم، بس مشكلة. اكيد بكوانتيتي اقل من غيره يعني. بس هون اكيد بدنا ننتبه على طول انه هو الكوكونات كثير منيح، بس كل شغله بنزيد بتزيد عن حدها بتبطل منيح. يعني كبايه كوكونات بنهار منيحه، عصير الكوكونات اكيد، حتى الاشخاص فيهم يقلبوا الكوكونات يستعملوه بالطبخ، لانه حتى وفي الكوكونات ما عنده ريحه، في الكوكونات العادي الاويل العادي وفي الاويل اللي ما فيه ريحه الكوكونات، حتى الفام انسنت فيها تستعمله. في حليب كمان الكوكونات كمان. صح مزبوط، وفينا نشربه الصبح بتسخن وبنشرب الصبح. بس نقول فيرجن كوكونات، يعني هذا الكوكونات اللي لازم نحن نجيبه 100%. كيف بنعرف انه هيدا هو عن جد الكوكونات الاصلي؟ لانه مثل ما قلتي فيه فات، الاصلي لازم يجمد. هو مزبوط هني بجمد، اول شيء مفروض يكون مكتوب على العلبه من برا اتس ذا فيرجن كوكونات اويل. نطلع حتى على الانجريدينتس بالساتوريتد فات لازم يكون مويان الساتوريتد فات اللي فيه، بالفات اللي فيه العادي كمان لازم يكون مويان، شوجر قليل وكمان بجمد. سو بس تغير تمبرتشر بجمد الاويل. يعني بكره ما نشتري سله كوكونات ومنجمع للكل ونورد كمان. جيزال بتشكرك كثير، شكرا لك. كل ما بشوفك انا بحس حالي قد ايه انا هيم لحالي وما عم مهتم بحالي، فخلص بكره كل ما فيرجن كوكونات لقلنا وبلش ماسكات ايضا. شكرا لك جيزال.